كل هذه الجبهات الآن بدأ السيد محمود بتوجيه التحية للجبهات التي تواجه الكيان الصهيوني. كل هذه الجبهات التي في المواجهة اليوم مع الكيان الصهيوني، كل هذا عبارة عن مسرحية ولا يوجد ما يؤلم الكيان الصهيوني حقا؟ يعني أنا حقيقة لم أجد هنالك إلى ربما لكل قراءته ولكل فهمه للحدث. حقيقة منذ 79 ولهذا اليوم لم أجد أي إيلام، بل على العكس لم أجد إلا الدعم الواضح استراتيجيا. ولو أنهم يريدون أن يدعمون هذه الجبهة لفسحوا المجال ودعموا أبناء المسلمين السنة المحيطين في المنطقة. هم ماذا فعلوا الإيرانيين؟ ذبحوا العراقيين الداعم الأساسي، وكنا وحتى إذا كنتم تذكرون العراقيين سواء طيب. من إيام 48 وفي الحروب الأخرى التي حصلت كانت داعما قويا للجيوش العربية للقضاء على إسرائيل. ذبحوا السوريين، وأيضا كان لهم ذلك التسلل الناعم في مصر وذلك التسلل الناعم في غيرها. فهؤلاء لو أرادوا أن يساعدوا الفلسطينيين على الأقل لم يذبحوا ولا يدمروا الجبهات الداعمة الأساسية الحقيقية لهم، والتي هي العمق الاستراتيجي قوة بالقوة الفعلية. يعني في المحصلة دكتور عاطف، بما أن هناك اتفاق، لن تكون هناك حرب إقليمية برأيك في دقيقة، يعني في نصف دقيقة حتى أعود لسيد محمود. لن تكون هنالك حرب إقليمية، بل ستكون فقط ترضية لإيرانيين لأنهم سيخطون خطوة جديدة معهم بطريق يرضيه. نعم دكتور عاطف ابقى معي، سأعود مرة أخرى للسيد محمود أبو زبيدة. إذن المواجهة لن تكون بهذا الشكل المتوقع سيد محمود، ولا حتى على مستوى التصريحات من الجانبين، من الجانب لا الإسرائيلي ولا من الجانب الإيراني، وهناك اتفاق والأمور ستتم بترضية وربما بصفقة. اسمح لي أخي الكريم قبل أن أبدأ في الرد على سؤالك أن أتوجه لضيفك الكريم عندما تحدث عن إيران سنة وشيعة وعراق وسوريا ولبنان وسرين. هذا موضوع، يعني عندما نتحدث عن الدم الفلسطيني المسال على الأرض يمكن من هنا أن نتجنب الحديث عن ما بعض ما يسود إلى المجتمع من تفرقة. أو نحن الآن كفلسطينيين نحن بحاجة للدعم البعيد قبل القريب لمؤازرة الشعب الفلسطيني ولإيقاف هذا الدم المسكوب الذي يسير على الأرض. عندما نتحدث عن إيران كمحور مقاومة وكما يسميها بنيامين نتنياهو الأخطبوط في الشرق الأوسط ولديها أدرع سواء حزب الله وسواء المقاومة في غزة واليمنيين و أنصار الله الحوثي في اليمن والحركة الإسلامية في العراق، هنا نحن نحتاج إلى محور مقاومة ليدافع ويخفف ويساند الشعب الفلسطيني. لا نتحدث لا عن بعد ديني ولا عن بعد طائفي ولا عن بعد أيديولوجي، نتحدث عن استراتيجية أن هذا الكيان يجب أن يزال. اليوم عندما تقدم إيران قدراتها العسكرية والتسليحية وتزود فيها بعض من حلفائها في الشرق الأوسط للدفاع، هنا يجب أن نقف إجلالا واحتراما لإيران بغض النظر عن بعدها السياسي أو ما تريده من تحقيق من أهداف في المنطقة. أما إذا تحدثنا عن الردود كما تقدم، هناك الولايات المتحدة لها دور أساسي ورئيسي في الشرق الأوسط. الولايات المتحدة التي لعبت في الشرق الأوسط منذ أوائل السبعينات وأتت بالربيع العربي وخربت الشوارع الفلسطينية والشعوب العربية هي من أرادت أن تحرف البوصلة اليوم. عندما تشارك الولايات المتحدة بالفعل، نعم هناك مشاركة فعلية وحقيقية في التصعيد، لكن ليس بصفتها كممولا ولا بصفتها كداعما، بل من خلال وجودها عسكريا داخل إسرائيل. تدخل الولايات المتحدة في الحرب مرتبطة بالدفاع عن صورتها الإقليمية. إذا تعد هزيمة إسرائيل بمثابة هزيمة نفوذها في المنطقة، أيضا على الرغم من رغبة أمريكا في التجنب التصعيد كبير قبل الانتخابات، فإنها لن تتمكن من تجاهل اندلاع حرب شاملة تضطر إلى تدخل لتطورت الأمور تطورا كارثيا. من المحتمل أن يكون هناك رد إسرائيلي سيقابلها رد إيراني، وهنا ممكن أن تكون تدخل بشكل واضح للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أثبتت فشلها أمام الصواريخ الباليستية اليمنية والمسيرات العراقية والصواريخ الفرد صوتية الإيرانية. لذلك هي تحتاج إلى تنسيق مع مركزية الدفاع الأمريكية لصد ممكن أي رد أن يكون.